بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي على اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك. النهاردة بفضل الله معانا عرض آنية نعجتين برق حر، حاجة بسم الله ما شاء الله. ولكن مبدئيا أتمنى من حضراتكم تشكروا ربنا وتصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. العجتين اللي قدام حضراتكم دول عجتين برق حر، يمشوا انتاج ويمشوا لحم، الاتنين يمشوا انتاج ويمشوا لحم. طيب العجتين دول كان في كبش طالق عليهم، كان في كبش طالق عليهم، يعني ممكن يطلعوا عشر وممكن لا. البيع بختك رزقك في العشر، ولكن بفضل الله اللي هيكونوا من نصيبه هو يعمل لهم سونار قبل ما يتصرف فيهم لو هيذبحهم، لكن لو هينتج منهم يخليهم عادي مع اي كبش. لكن قبل ما تذبح يا ريت تتاكد ان هما مش عشر، عشان بس ايه ما تشيلش ذنبه. المكان بشتيل امبابة محافظه الجيزه، والسعر 7500 جنيه للواحده، سعر ببلاش. 7500 جنيه دول سعر ببلاش، والناس اللي في قلب الواقع وعارفين الاسعار اليومين دول هيعرفوا ان 7500 دول بيجيبوا دلوقتي خروف انيه. فربنا يبارك لصاحب النصيب. للتواصل معايا على رقم 0155955306. ان شاء الله بفضل الله يوميا هيكون معانا عروض من جميع المزارع ومن مزرعتنا في المزرعه البيتي، وكمان فيديوهات تعليميه. فاللي مش متابع القناه يا ريت يتابعها، ويا ريت تدعمونا بلايكات عشان نقدر نستمر على القناه في الايام الجايه. كان معكم محمد مصطفى، واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.